الله أكبر الله أكبر. الناس كلها تشوف وتعرف، وبالنهاية حكم لكل إنسان. آمين. معذرة. شفاك الله عزيز. اللهم آمين. تعال أنا هنفتح الكاميرا هلأ. نحن اتفقنا مع الأستاذ كرم إنه إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، ويسوع المسيح هو الله. أنا عندي في هنزل صمويل الأول. الباشمهندس أحمد على ما يصلي عشان الكاميرا تكبر شوية شيخنا. ماشي. طيب تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي. أنا عندي في صمويل الأول الإصحاح 15 العدد الأول. وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل مين؟ الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام مين؟ هذا كلام مين هنسمعه؟ الرب. هكذا يقول مين؟ رب الجنود. أيوة. إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. إيه شو هيعمل فيه؟ هلا هنشوف. فالآن هذا بأمر الرب، بأمر الله، بأمر يسوع المسيح. وحرموا كل ما له، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، الله على المحبة، بقرا وغنما، جملا وحمارا. خلينا نحلل. لو فرضنا أن الرجال والنساء أخطأوا مع الله، يا سيدي ماشي، أما شو علاقة شو ذنبه للطفل والرضيع؟ شو ذنبه لهالرضيع؟ شو ذنبه؟ هل رضع مثلا سيوف؟ لا. هل كان طالع ماسك درع وسيف وعم يحارب؟ لا. طب شو علاقتهم البقر والغنم والجمل والحمير؟ كمان هدول أخطأوا مع الله؟ حاربوا لله؟ مستحيل. صح؟ طيب خليني أوضح لك. خليني أوضح لك. خليني أوضح لك. أنت حكيت هلأي، خليني أوضح لك إياها إذا بتريد. أستاذ أنت عارف أنت مع مين عم تحكي يا أستاذ كرم؟ خيي خليني أوضح لك إياها. تعرف حضرتك مع مين عم تحكي؟ مع مين؟ طيب خليني أعطيك بطاقة مصغرة بس عشان تكون عارف أنت عم تحكي مع مين، أوكي؟ أنا اسمي منير حبابة، متخصص في مجال مقارنة الأديان، ومتخصص في النقد الأعلى والأدنى ومخطوطات الكتاب المقدس من 17 سنة. فموضوع شرحك أنا مقدره وبحترمك، وهذا رأيك، قول اللي بدك إياه. بس ولكن لازم تعرف إن اللي عم يحكي معك من واحد عم يبيع بطاطا آخر النهار. فتفضل. ولأنك منك عم بتبيع بطاطا بعد إذنك يوضح لك. طيب بعد إذنك يا ريت كلامك اللي حتحكيه وشرحك اللي حتحكيه يجي بالتفسير، يجي من أدلة، يجي من كتب، نرجع له. الله يرضى عليك، تفضل. أوكي. أنت أخذت مرجع من العهد القديم لحبيب قلبنا صموئيل، مظبوط؟ صموئيل هو نبي من أنبياء الله، صح؟ مثله مثل النبي محمد، مثله مثل الأنبياء الموجودين كانوا بالعهد القديم. فهذا النبي هو تحت الضعف ولا مش تحت الضعف؟ سؤال في حضرتك وبعدين هعلق. تفضل. طالما النبي صموئيل هو تحت الضعف، فكتير من الأوقات مثل ما تصير مع كل الأنبياء يقولون قال الله لي، وبيكون الله منو قايلهم، لأنه ولا ممكن الله، خليني كفي فكرتي، ولا ممكن الله أن يخطئ أو ينقض عهده، لأنه هيك هو بيقول بأشعياء، بيقول أي كتير قوية، بيقول أنه الرب أراد أنه يرجع يجمع كل ولاده مثل ما تجمع الدجاجة في ريخها، بس نحن مرضينا لأنه نحن غليظي الرقاب. لكن لو كان الله العهد القديم اللي هلأ أنت عم بتفسره بالقتل والقتل والواحد، وكمسيحيين نحن منآمن بهذا التجسد الإلهي، ليش تبدو يرسل الله مخلص؟ ليش تبدو يلبس الله جسد إنسان بشخص المسيح؟ ليش بدها تنزل روحه على الأرض لو نحن فهمانين القصة صح؟ لو فهمانين القصة صح أو دعوته صح ما كان تجسد، لأنه عارف نحن كثير من الأوقات كأنبياء أوقات في قصص من منقول الله قالنا، وبيكون الله منه قيلنا، مثل ما صار مع كل الأنبياء،
بالعهد القديم، ومثل ما بتصير كمان مع احترامي لكل الأنبياء، مثل ما صار مع نبي الإسلام محمد. في كتير قصص قال الله قال لي وكانت مينة مظبوطة أدت إلى القتل وإلى الاغتصاب وإلى زواج بنت عمرها 9 سنوات بيكون الله قايل له الشريعة قايلته. يا كرم دافع اتكلم في مصر، اتكلم في مصر. هذا هو الكتاب المقدس، هذا هو شرحك للنص. هذا حبيبي انا عبلك ايش بيقول الانسان، ايش بيصير مع الانسان لانه تحت الضعف. ما تزعل مني استاذ كرم حضرتك. لا استاذ كرم ثواني يا حبيبي ثواني اسمعني، حضرتك مؤمن بالقران يا استاذ كرم؟ لا معناته ما تقرب صوبه حبيبي، تفضل اشرح لي الايه اللي انا اعطيتك اياها. تفضل انت بتؤمن بالايه، بتؤمن بالكتاب المقدس حبيبي؟ نعم نحن مؤمنين بالتوراة والإنجيل مكتوبين عنا بالقرآن الكريم. لا تروح للقرآن، بيقول لك الإنجيل، بيقول لك الإنجيل بيوحنا الفصل 3، افتح الفصل يوحنا 3 لنيكوديموس عالم الشريعة، قال له إن لم تولد من فوق لن تستطيع أن تدخل ملكوت السماوات، يجب عليكم أن تولدوا ثانية. قال له معقولي أنا شيخ كبير وعمري 70 سنة بدي أرجع لبطن أمي أولد؟ قال له الحق بقول لك إذا ما بتنولد من الماء والروح لن تدخل ملكوت السماوات. وقال له كيف بدي انولد من جديد؟ قال له هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل أن تكون له الحياة الأبدية. هيدا إذا بتؤمن بالكتاب المقدس يسوع المسيح يعلن بالإنجيل يوحنا الفصل 3 عم بيقول لك هل أدي الله تجاد بابنه على الصليب؟ وطي صوت حضرتك يا استاذ كرم، اللايف هيطير، احنا مش في خناقه. طول بالك وطي صوتك شوي. الانجيل يقول لك على لسان يوحنا الفصل 3، فصل 3 افتحه واقري. اجى عالم من الشريعه وقال له ليسوع المسيح نحن نعلم ان الاعمال التي تعملها لا يستطيع احد ان يفعلها لو لم يكن الله معه. جاوب الرب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ما بتقدر تشوف ملكوت الله إلا ما تنولد من جديد. قال له كيف بدي انولد من جديد وأنا شيخ؟ قال له بدك تنولد من الماء والروح. كلمة الماء هي المعمودية التوبة، معمودية يوحنا المعمدان. يعني بالشريعة بالعهد القديم كانوا يتوضوا يغسلوا كويعون وأجريون مش يقولوا أنهم صاروا طاهرين. هي رمز المعمودية، هي رمز الغسل، غسل خطايانا. فلما قال له بدك تعترف بخطيتك، تعترف انه انت خاطئ، بتعمل هذا الفعل انه بتغسل حالك بالماء، وساعتها انت شو بتعمل؟ بتآمن بالرب الاله بخلاص يسوع اللي صار على الصليب، يعني بتآمن بعمل الله الخلاصي بتجسد الابن على الصليب، بذل كفارة عن خطاياك دمه، لانك انت استقريت انه انت خاطئ وبحاجة الى مخلص. ساعتها انت بيكون لك حياة أبدية، مثل ما بتعملوا عيد الأضحى عند اخوتنا المسلمين. بيعملوا عيد الأضحى، ليش بيعملوا عيد الأضحى؟ عن شو بيضحوا؟ بيضحوا خواريف، لمين الخروف؟ عن شو؟ مش كفارة عن خطاياكم؟ نحن عنا الحال الذبيح، يسوع المسيح مات لمرة واحدة كفارة عن خطايا العالم أجمع. فهون الأنبياء بيبقى ابن صموئيل تحت الضعف، ممكن يكون صموئيل عم بيقودوا فكره وقال لنفوتوا تحموا، لأنه هي شريعة مثل ما بيصير مع داعش على الدول العربية. داعش كتابية غلطت، داعش كتابية ما غلطت، ولكن إنسانيا غلطت. جاوب على النص لو سمحت، كل ده قرازة، أنا ما شفتش إجابة على النص اللي الشيخ منير طلعه. فين إجابتك على النص؟ أنا مش عارفة. طب خلاص مداخلتك خلصت، خلاص جاوبت يا حبيبتي، جاوبت. إلهنا إله سلام يا أستاذ، خلص إله التواضع، إله محبنا العهد القديم، النبوات الموجودة فيه هي جميلة. هيكرر الكلام تاني أستاذ كرم. أستاذ كرم تفضل يا شيخ منير. طيب أستاذ أنا سمعتك وما أطشتك، تمام؟ أنا سمعتك وما أطشتك، وأتمنى أتمنى أتمنى أنك أنت ما تقطشني. طبعا أسلوب دس السم حط السم جوا العسل، وأنا عم بحكي شغل هاري. سألته سؤال قال لي أنا بدي أشرح لك إياها، حكى لي الأستاذ قصة ليلى والذئب.
حكى لي الاستاذ قصه ليلى والذئب، ما بعرف شو علاقه هذا الشيء والقران والنبي محمد عليه الصلاه والسلام واغتصاب وتنبأ بشيء وما قاله، هل هذا موجود بالكتاب المقدس؟ بررت يا حبيب قلبي قصه قتل الاطفال والرضع؟ طبعا من الاموات صح؟ من الاموات. نيجي اول شيء، نيجي اول شيء نشوف قصه زواج الاطفال مع احترامي لإلك. اسمعني يا استاذ، لا تقاطع، لا تقاطع يا استاذ كرم. اسمعني، بدك تسمعني، بدك تسمعني، لما بدك تتمسخر عم اعملي، اعملي له ميوت. اذا انت دكتور اعملي له ميوت، انت عامل دكتور عالم بالشريعه، اذا اعملي له ميوت، اعملي له ميوت. اذا عم تتمسخر بقصه اصوات هيدا عيب عليك، نحن عم نحكي وعم نحترمك. طيب اعملي، اعملي ما تتمسخر، نحن عم ما عم بتمسخر، انا ما عم بتمسخر، انا ما عم بتمسخر. بعد اذنك لو سمحت، بعد اذنك لو سمحت حط ميوت ولا تقاطعني مره ثانيه، هذا هذه دليل ضعف عندي بالكتاب المقدس في الاصحاح سفر التكوين اصحاح 25 العدد 20 تمام، بيقول انه اسحاق كان عمره 40 years 40 سنة old when he took، لما تزوج ريبيكا رفقة. اليهود بتفسير، طبعا هذا النص العبري لانه العهد القديم مكتوب بالعبري مثل ما اكيد الاستاذ كرم بيعرف، عم بيقول اعظم المفسرين عم بيقول اللي هو ابن عزرا عم بيقول This makes إسحاق، هذا جعل إسحاق 37 سنة تمام، and that time بهذا الوقت رفقة ولدت، رفقة was born. تخيلي يا أستاذي عبير وتخيلي يا أخواني وأخواتي المستمعين، انتظرها لغاية ما تصير جاهزة وصالحة للعلاقة الجنسية، وكم كان عمرها لما تزوجها ودخل فيها؟ 3 years and then married her. الأستاذ عم يطعن بزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفتاة بلغت سن البلوغ تمام وصالحة للزواج، ولكن ما اعترض الأستاذ المحترم ثواني يلي موجود هون على زواج إسحاق من رفقة وهي عمرها 3 سنوات. هاليلويا. طيب أوكي نفهم هلأ من الكلام، تعال نشوف هذا المصدر قصة الحضارة. مش مزبوط كلامك حبيبي، دعي للترجمة المزبوطة. الترجمة حط ميوت، ترجمة مش مزبوطة اللي عندك، مش مزبوطة اللي عندك، حط ميوت لو سمحت، بس لا يكثر، بس لا يكثر هرجك على قول أخواننا السعوديين. هدي 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 يا كرم، هدي. نعم تفضل، خذ لك عصير ليمون لمناضة وطول لي أعضائك. بقصة الحضارة لولد يو، لولد يو مش مزبوط كلامك حبيبي، ادعي للترجمة المضبوطة. الترجمة لو سمحت، حط ميوت، ترجمة مش مزبوطة اللي عندك، مش مزبوطة اللي عندك، حط ميوت لو سمحت، بس لا يكثر، بس لا يكثر هرجك على قول أخواننا السعوديين. هدي 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 يا كرم، هدي. نعم تفضل، خذ لك عصير ليمون لمناضة وطول لي أعضائك. بقصة الحضارة لويلد يورنت الفصل الجزء 16 الفصل الثالث صفحة 182، خلينا نشوف المسيحيين كيف تزوجوا. ولقد تزوجت كراس صليبي في الرابعة من عمرها، في الرابعة من عمرها بشريف عظيم يستطيع حماية ضيعتها الغنية، ثم مات هذا الشريف ميتة سريعة، فتزوجت وهي في السادسة من عمرها، ما اعترضه، بشريف آخر، وزوجت وهي في 13 بشريف ثالث، كمان ما في مشكل. بالنسبة إلى، تعال شوف من كتاب اسمه النبوءة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين، شو عم يقول؟ وسوف ينصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معانيها وصورها، وين؟ في الكتاب المقدس عم يقول
اهو 24 اصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الانسان. اوكي، لانه بولس بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، فالله تارك الدنيا بمصراعيها وجايب اقدر انواع الكلمه. عم بيقول والذي نخرج به من هذه الاصحاحات ايها القارئ العزيز ان الله صعب، مش الله محبه، لا 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 لا، صعب ومريع جدا. ليه؟ ويل وويل مره تاني لمن يستهين بلطفه وطول اماله. خلصنا هلا من مصدرين ومصدر من المفسرين عند اليهود. حكاية محرمة في التوراة، ترجمت نذير جزماتي صفحة 14. تمام، عم بيقول ان بعض، خلينا نكبر بس، ان بعض الفقرات في التوراة اكثر فجورا مما نتوقع. هذا كلام الله، ها كلام الله، لان التعابير الاصطلاحية في هذه في النص ترجمت حرفيا بغية إخفاء معانيها. حرفوا حمائم السلام، حمائم السلام حرفوا الكتب. ليه؟ لأنه لو حنحكيها باللغات الأصلية، وهلأ رح نعطي مثال، لو حيحكوها باللغة الأصلية حنشوف شغلات ما أنزل الله بها من سلطان. أوكي؟ عم يحكي عن مين؟ وأفضل مثال عن ذلك نجده في الحكاية المعروفة عن راعوث. مين راعوث؟ خلينا نجيب ونشوف مين راعوث بعدين نكمل الاستشهاد. لا والله ما بتعدي مرور الكرام أبدا، لا لحمة بعد اليوم، لا لحمة بعد اليوم. هذا تفسير العهد الجديد للدكتور القس الخوري، يعني ويليام باركلي، عم يحكي عن دلائل بعض الأسماء الواردة في سلسلة نسب مين؟ هلا حنعرفهم، هلا حنقراهم، هلا سلسلة نسب يسوع المسيح. فرحاب الجدة الأولى هي زانية أريحة المشهورة، مش زانية وقاعد هيك بينه وبين حالة، مشهورة يعني عم تنزل على الشارع الناس كلهم يا أهلا وسهلا عارفينه، هاي شرشر راعوث. تمام، راعوث هذا اللي عم يحكي عنه، إلها قصة مخزية، إلها قصة مخزية اهي عن راعوث. ايش بقى؟ وحتى نكتشف ما الذي فشل المترجمون في اخبارنا اياه، فكان كلمة قدمين اللي حنقراها بعد شوي، ركزي عليها يا اختي عبير، او ساقين استعارة ترد احيانا في التوراة كبديل عن العضو الجنسي لدى الذكر. تعال ناخذ هذا الكلام على محط العبارة اللي احنا قاعدين فيها. تعال نشوف، تعال نشوف، وخلي الحكم الحكم لإلكون، بس خلينا نجهز المصادر هيك ويشوف الأستاذ يلي عم يبشرنا وعم يبشر الأخوات شو صاير بالضبط بهيدي الأحوال. بعد إذنك لا تقاطعني يا أستاذ، تعال نشوف. عم بيقول بس ما فين رد علي بنشيد الأنشاء، ما فينا نرد الإصحاح ترد في الآخر يا أستاذ كرم. نعم نعم، خليني أخلص أبق اللي بقلبي كله. تمام، وبعدين حضرتك إن شاء الله تقعد 17 ساعة. تمام، عم بيقول كلام الله طبعا على فم الأنبياء، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. كلمة رجلين نتا العضو الذكري، من أنا عم بحكي أنا هيك؟ لا أهو، فإن كلمة قدمين أو ساقين استعارة ترد أحيانا في التوراة كبديل عن العضو الجنسي لدى الذكر. حنكمل وحنرجع بعد شوي. استيقظ بوعز ووجد أعضاءه التناسلية مكشوفة ورعوث الشابة الجميلة بجانبه. هذا وين؟ في الكتاب المقدس. تمام؟ هاي عم بحط الاستشهاد. ثانية، أهمل المترجم هذا اللي عم بقول لك عم بشترك من الكتاب المقدس. لا، نرجع للأصل يا أستاذ، عن عهد قديم عبري وعهد جديد يوناني. أهمل المترجم القول لنا إن نشر ثوب شخص معين ما هو إلا مجازي توراتي عن الاتصال الجنسي. الله عنده
مركز فقط على ما عم بحكي انا هيك لا اهو. فان كلمه قدمين او ساقين استعاره ترد احيانا في التوراة كبديل عن العضو الجنسي لدى الذكر. حنكمل وحنرجع بعد شوي. استيقظ بوعز ووجد اعضاءه التناسليه مكشوفه ورعوث الشابه الجميله بجانبه. هذا وين؟ في الكتاب المقدس. تمام؟ هاي عم بحط الاستشهاد. ثانيه، اهمل المترجم هذا اللي عم بقول لك عم بشترك من الكتاب المقدس. لا، نرجع للاصل يا استاذ، عن عهد قديم عبري وعهد جديد يوناني. اهمل المترجم القول لنا ان نشر ثوب شخص معين ما هو الا مجازي توراتي عن الاتصال الجنسي. الله عندهم مركز فقط على العضو الجنسي او العلاقات الجنسيه. منكمل. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صنعت. وركزين على كلمه سرتك، لان حنعرف معناها بعد شوي. اوكي، سرتك كاس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك سبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ضبية. الله الله، تارك الواسعة. تمام، تارك الشرق والغرب والسماوات والأفلاك والمجرات، ومركز على الثديين. حبيب قلبي، مركز لي إله المحبة والسلام على الثديين. أوكي، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبركة في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان. طبعا أنا بدي أرفع قضية على إله العهد القديم والجديد أنه ذكر اسم بلدي فيها. لا، نشيد مليء بالفجر، وحنشوف بعد شوي هذا كلام العلماء. الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. أيوة، قامتك هذه شبيهة بالنخلة. تمام، وثدياك بالعناقيد. الله، على هالإله المركز لي على العناقيد والثديين. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون كمان ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح. طيب، خلينا نرجع على كلمة سرتك كأس مدورة ونشوف التفسير الحديث للكتاب المقدس. أنا عم جيب أدلة. تمام، العهد القديم، سفر نشيد الأنشاد، صفحة 101، الإصحاح السابع، عم يحكي عن شو؟ عن سرتك. بيقولوا والأغلب أن الكلمة يجب ترجمتها الفتحة التناسلية للمرأة. ليه حرفتوها يا أستاذ كرم؟ يلي عم تبشرونا بإله المحبة والسلام. وهذا طبعا كلام مين اللي احنا كنا عم نقرأ هلأ قبل شوي؟ هذا كلام مين؟ يسوع المسيح، إله المحبة والسلام. تمام؟ بكفي بيقول يستخدم التعبير عن المواضع السرية أو السرية إلى آخره، يعني وادي أو مكان للزرع، المكان الذي يتم عملية الاتصال الجنسي عشان يصير فيه حبل. وصورة الحرث كتعبير يكن به عن الاتصال الجنسي. الله، يحل قمير بكتابه نشيد الأنشاد أجمل نشيد في الكون، صفحة 62، هذا العلماء. نشيد الأنشاد أصل 7. سرتك كوب لا يفرغ من الخمور، الوصف جريء، وتشبيه المرأة بكوب لا يفرغ من الخمر يعني الإشارة بها إلى العضو النسوي اللي هو، تمام، العضو الأنثوي، الأماكن الحساسة، الأماكن الحساسة. الكتاب المقدس، الترجمة المشتركة، نشيد الأنشاد المقدمة، صفحة 839، نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية. هذا ما أدهش القراء بل صدمه في الكون، صفحة 260، هذا العلماء. نشيد الأنشاد أصل 7. سرتك كوب لا يفرغ من الخمور، الوصف جريء، وتشبيه المرأة بكوب لا يفرغ من الخمر يعني الإشارة بها إلى العضو النسوي اللي هو، تمام، العضو الأنثوي، الأماكن الحساسة، الأماكن الحساسة. الكتاب المقدس، الترجمة المشتركة، نشيد الأنشاد المقدمة، صفحة 839،
نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية. هذا ما أدهش القراء بل صدمهم. في كتاب يتضمن كلام الله، لذلك حاول الشراح منذ القديم أن يعتبر النشيد قصيدة رمزية. تصور علاقة الله بشعبه، الله عم بيتواصل مع شعبه، عم بيقول يا عبيدي انت يا ابو بزيز تعال يا قلبي تعال قرب، انت يا ابو عناقيد تقبرني تعال قرب على حضني تعال يا حبيبي. ما عنده رب العالمين الا شو الثديان والعناقيد، ويمسح ويطلع ويمسك بعذوقها وينام ويتكئ على حضنه، كل هذا شو من عند رب العالمين. عندنا في كتاب اسمه اجذبني وراءك، تمام، دليل لفهم معاني كلمات سفر نشيد الانشاد، اعداد القص اللي هو الخوري، مين زكي سليمان، صفحة 16. بيقول ملحوظة ينصح أو ينصح آباء الاعتراف شبان سن المراهقة بعدم قراءة هذا السفر. كأنه أنا تخيل أنا عم أقول لك لخيلك يا أختي عبير أوعي تقرأي سورة البقرة إلا بعد شو؟ إلا بعد سن البلوغ روحيا. الله 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 منير. الله 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 استاذ منير خلص وعم يجي الاستاذ. لا ما خلص لسه، انا ما خلصت. امين امين لحد لما يخلص يا استاذ كرم لو سمحت. نعم انا سمعتك للاخر ولا عطشتك، كمل يا شيخنا. انا عندي يسوع المسيح بس السلام بعد اذنك يا استاذ كرم سيكون لك كلياء ولا الله عطلي بس لو سمحت. أنا عندي أربع جدات ليسوع المسيح كلهن زانيات، كلهن زانيات، تمام؟ بس خلينا عشان طالما حضرتك بتحب الشبهات ورمي الشبهات فتكرم عيونك، أنا هعلمك إن شاء الله كيف تحكي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف تحكي عن أم المؤمنين. إذا لا لسه ما خلص حضرتك عن بنصحك تزور طبيب للأذن وأنف وحنجرة عشان أنا لسه عم بحكي أستاذ كرم. فلو سمحت تقاطعني، لو سمحت تقاطعني ابدا، ظليتني ساكت 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 ولا حكيت ولا كلمه، تمام. انا لغيت هلا اوكي بدي اعرف شو علاقه شو ذنب الاطفال والرضع والحيوانات من البقر والغنم والجمل والحمار. اكرمكم الله جميعا. هذول شو عملوا لرب العالمين؟ تمام، لا يسلخ جلد عن عظم لا يقتلهم. اوكي انا بدي اعرف من حقي انا كقارئ مثلا للكتاب المقدس مثلا، اوكي بدي اعرف شو اللي صار. اهو عندي انا امور جدا جميله. هذا وين موجود؟ هذا من الكتاب المقدس طبعا، اكيد بلا ادنى شك، بلا ادنى شك، بسفر حزقيال اصحاح 8. وعم بيقول اعبروا، هذا بكلام مين؟ بكلام الرب. لما بتجيب من العهد الجديد استاذ كرم، اعمل كتم لو سمحت يا استاذ كرم. استاذ كرم حط ميوت يا حبيبي، حط ميوت. اجلام من العهد القديم كتم كريعة مسلم كتم كتم. ليه انت عندكم ايه ولا ايه؟ حط ميوت يا محمد، شريعة موسى مش شريعتنا. حط ميوت، نزليه نزليه، تمام، خليك قاعد سامع وانت صاغر. شو عم بقول الله؟ تعال نسمع كلام الله. اعبروا في المدينة ورائه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. ترحم؟ ويلك حسك عينك حقوم امعسك لو بترحم. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، شو؟ احضنوا للهلاك. ها؟ شايف الله؟ شايف يسوع المسيح حبيب القلب؟ اقتلوا للهلاك. لمين؟ حتى الطفل؟ نعم. حتى العذراء؟ نعم. حتى النساء؟ نعم. حتى الشيخ العجوز؟ كيفك يا ابني؟ نعم. حتى الشاب؟ نعم. اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ.
الذين أمام البيت وقال لهم نجسوا البيت، يقتلوا ويمشوا؟ لا، نجسوه، يعني تبول أكرمكم الله، اتبرز أكرمكم الله، واملأوا الدور قتلى، اخرجوا، فخرجوا وقتلوا في المدينة. يلا هي هابي تاي تو يو، هابي تاي تو يو. بعد ما خلصوا شو البارتي الحلو، حفلة الباربيكيو، بأمر من مين؟ من الرب. تمام، من الرب. عندي في صموئيل الأول إصحاح 14 عم بيقول فالآن اذهب واضرب عمالق. قدر احنا شرحناها صح؟ نحن شرحناها انه قتلوا مين؟ حتى الأطفال والرضع، حتى أجلكم الله الحيوانات. عم بيقول بسفر يشوع الإصحاح 6، هذا الخجلان منه مين؟ الأستاذ كرم، يسعد لي أيامك يا خيجو. عم بيقول وحرموا كل ما في المدينة، بأمر من مين؟ من الرب. تمام؟ من الرجل وحتى المرأة ومن الشاب وحتى الشيخ، حتى البقر والغنم والحمير، فقتلوهم بحد السيف. يا جماعة انتوا عندكم مشكلة مع البقر والغنم والحمير؟ يعني ايه؟ الله لما اجى خلقهم شاف انه في سوء تصنيع وحط غله من غلهم، يعني نقره من نقره، كل نص بتعدي عليه يلا شيل معك ايش يا وحش، جيب المكنسي، شيل بقر غنم حمير كورس. تمام، اجاك اجاك زكام، حيعطيك الحكيم الصيدلي حيعطيك فيتامين سي وحيقول لك شيل معك كمان بقر غنم حمير، يلا شيل يا وحش، البس يا وحش. تمام، نورت يا جو. جو بيسلم عليك يا شيخ. سلمت عليه، سلمت عليه، قلت له اهلا وسهلا خي جو. واحرقوا المدينه، اهو بعد امر الرب، واحرقوا المدينه وكل ما فيها بالنار. اله المحبه والسلام، حي الله اخونا الشيخ سعيد. الا الفضه، شوف حرقوا كل شيء الا شو؟ الا الفضه والذهب وآنية النحاس والحديد، فانهم جعلوها في خزانه بيت الرب ورحاب الزانيه. شو كاتب انا حدا؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جدة يسوع، جدة مين؟ إله المحبة والسلام. عشان هيك أنا أقول يا سلام يا سلام يا سلام. تمام، تعال نشوف سفر يسوع الإصحاح 10، عم بيقول واستولى. أي والله بدنا أبوبة غاز عشان الأستاذ يقدر يسمع معنا، لأنه واضح أنه حضرته خلصت الأنبوبة عنده، فما عم يسمعني، عم بيقاطعني كل شوي. فجيب لنا الله يرضى عليك أبوبتين ثلاثة، خليهم ستار فارس عنا. تمام؟ واستولى يشوع في ذلك اليوم على مقيا وضربها بحد شو؟ بحد الورود، صح؟ بحد الورود، بحد السيف، وحرم ملكها وجميع الأنفس، كل شيء عم يتنفس، حرمها التي فيها. تمام؟ ولم يبقي باقيا، ما تركوا برش ناموسي عم يتعدي. تعال هون، تعال تعال، يلا حد السيف، شيل يا وحش. وصنع بملك مقيلة كما صنع بملك أريحة. محمد متى ما عمل بملك أريحة، أريحة أخذ أخضر يابس، عشان هيك أنا مأشره على الأخضر، عشان أخذ أخضر يابس. تمام، إلى إلى لبنى وحاربها، فأسلمها لمين؟ فأسلمها الرب. مين؟ الرب. طب لا نعيدها، فأسلمها الرب. الله، يجي لعندي بدي علمك بالعلم والأكاديمي كيف تحكي معي وكيف تحكي عن الإسلام. فأسلمها الرب أيضا إلى أيدي مين؟ إسرائيل، هي وملكها. فضربها بحد مين؟ أكيد بحد الخبز. تمام؟ بحد الورود، بحد المحبة. تمام؟ بحد السيل، وقتل كل نفس فيها ولم يبقي فيها باقيا. وفعل بملكة كما فعل بملك أريحة، واجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنى إلى لاكش، وعسكر عليها وحاربها. إله المحبة والسلام، إله أحب أعداءكم. عم يستشهد لي بنص محرف باي ذا واي يعني. تمام، بس ما حبيت يعني خجله، طلعوا بالخجله. فاستولى عليها في اليوم الثاني
وضربها بحد شو الكلاب، لا لا السيف، وقتل كل نفس فيها، كل شيء عم يتنفس، قابل عنده رئة، عنده قلب، عنده دماء، شير يا أحش، عيش يا أحش، تمام؟ كما فعل في لبنى. حينئذ صعد هورام ملك جازر لنجدة لاكيش فضربه يشوع، حضنه؟ لا، وهو وقومه حتى لم يبقي منهم باقيا. الله أكبر، الدين يا وحش، الدين الحقن بسرعة، أرجوك محتاج الجرعة، تمام؟ واجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لاكيش إلى عجلون، الله يرزقك يا أخي، وعسكروا عليها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم، واستولوا عليها في ذلك في صدى صوت، وضربوها بحد السيف، وحرم كل نفس فيها. كل شوي يفوت مكان يشيل الأخضر واليابس، شيل يا وحش ولا تهتم، وحرم كل نفس فيها ذلك اليوم عيني، كما فعل بلاكيش. وصعد يشوع كل إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها واستولوا عليها وضربوها بحد شو؟ بحد الشمرجل؟ بحد الحطب؟ لا، بحد السيف، هي وملكها وجميع مدنها وكل نفس فيها، ولم يبقي منهم باقيا كما فعل بعجلون. الله، عم يبشرونا بإله، تمام؟ أهم الأساس الفديان، الأعضاء التناسلية، تمام؟ ولسه هنشوف نبوءة جميلة عن هالموضوع. عنده موضوع الحمير والبقر والجمال، هدول خط أحمر، أنت وماشي بالطريق شوف جمل، أوه تعال حبيبي تعال قرب قرب يا عمري، تعال 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 يا صاحبي، عايز أقول لك كلمتين، سلانك، شيل يا وحش، شوف بقرة عم تاكل عشان تحلبها، تعال قلبي يا تقبريني، تعال بدي أعطيك شوية محبة والسلام، بدي أعطيك شوية أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، شيل يا وحش، تمام؟ شفت حمار عم تنقل عليه دابة من دواب الله، عم تنقل عليه عفش ولا كذا، تعال يا حبيبي، شو اللي مزعلك؟ شو اللي واجعك يا قلبي؟ شو اللي واجعك؟ في شي عم يوجعك؟ التوتة عم توجعك يا قلبي؟ تعال يا عمري، يلا سلانك يا وحش، تمام؟ شفت رضيع؟ رضيع عم يرضع بين فديه أمه، يا حرام يا قلبي أنا كبت عليه، تمام؟ شفت عم يقول تعال يا حبيبي، تعال يا عمر، وين راح بالزحمة يا لحمة، تمام؟ اوعى اوعى تحكي قدام مسلم من أهل السنة والجماعة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو على الإسلام أو على أم المؤمنين عائشة، والله راح افتح عليك أبواب بعمرك ما شفتها ولا حتتخيلها ولا حتحلم فيها. أنا لسه ما انتهيت، أنا والله عندي 17 سنة حخليك تغرق فيها، تغرق فيها، اوعى حسك عينك، وأنا عم بعطيك إياها وعم عد لك إياها للمرة الثالثة، حسك عينك تقرب على القرآن، تمام؟ دين الإسلام اللي أنت مش مؤمن فيه، لما تؤمن فيه أهلا وسهلا، لما تقتنع أن القرآن هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى على راسي، تعال واحكي وانتقد واللي بدك إياه. لو مؤمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، يا أهلا يا مسهلا، أحلى دلة قهوة بتنزل لك مع شوية تمر كمان، بس منك مؤمن منك فاهم. وأنا طلبت حضرتك لما جبت لك النص طبع قتل الأطفال والرضع، قلت لك جيب لي تفسير مثل ما عم بفتح لك مصادر، وطبعا حضرتك عم تحكي لي قصة الخليقة من أول آدم نزولا لمين؟ لرؤيا يوحنا. طب وين الرد؟ جبت لي تفسير؟ جبت لي عالم حكي هالحكي؟ لا والله، شغل مصطبات، الرب بحبك ومات علشانك، قصة الرب بحبك ومات علشانك، هذا لما نطلع أنا وإنت وكل الموجودين عن طنط مرغة نكون على عزومة أكلة سمك ونقعد نردح لبعض، أعطيني هالسمكة تقولي لا، أنت أعطيني هالسمكة، أقول لك لا يا حالتها، لا يا حالتها، لا أنا عايزة السمكة دي، وتقولي لا لا أنت رايحة فين، هنيك بتقولي قلنا بلاغ، قلنا بلاغ، تمام حبيبي؟ يردح لي فوق عن طنط ميرفا، تمام؟ لما تيجي تقول لي الله بحبك ومات علشانك، ما تجيب لي أدلة وتفاسير، يلا اطلع لي يا حبيبي، ارجع لي بظهرك واطلع لفوق وجيب لي التفاسير على كل كلمة انت عم تقولها مثل ما انا عم جيب.
يلا الله أكبر الله